بعد غياب طويل عن الساحة الفنية لأكثر من 8 سنوات، كشف الفنان المصري حسين الشريف الشهير بدور الضابط في السينما المصرية عن أسباب غيابه عن الظهور الفني، كما أنه نفى ما يشاع بشأن اعتزاله الفن، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، إذ أنه سيعود للبلاتو حال وجود عرض فني مناسب. ولكنه أوضح سبب غيابه وقال: المخرجين اللي كنت شغال معهم بعدوا عن الساحة هم كمان، والأجيال الجديدة الموجودة في المجال ما تعرفناش. لا أنا ما اعتزلتش، بس طبعا الأجواء والشغل اللي بتعمل دلوقتي ما فيش حاجة مناسبة لينا، وبعدين ما فيش حد، طبعا المخرجين اللي هم كنا بنشتغل معاهم ما حدش منهم بيشتغل، فدلوقتي الشباب جديد وما يعرفناش مثلا أو يعرفنا، ده السبب الأساسي اللي هي لعدم الشغل. إنما لو في شغل كويس أو في عمل كويس ونرحب بيه واشتغل وما أقولش لا. وأشار الفنان حسين الشريف أنه كان بيحصل على مبالغ جيدة عن أدواره، لكنها ليست بالأرقام الكبيرة اللي بيحصل عليها الممثلين الآن، ولم يكون ثروة من وراء عمله في الفن، لكنه ربى أولاده وعلمهم جيدا، وحاليا بيحصل على 700 جنيه معاش شهري من النقابة، وأنه عندما قرر الإقامة في مطروح اشترى قطعة أرض وبنى بيتا وفتح فيه محل صغير للبقالة في المنطقة اللي بيسكن فيها على أطراف مرسى مطروح ليشغل وقته ويكون على تواصل مع الناس، خاصة وأنه يحب أهالي مطروح وأصبح مرتبط بهم وهم يحبونه. أنا كنت بشتغل في الفن من لحد 2012. 2012 كنت شغال في 3 مسلسلات. بعد كده لقيت الدنيا اتغيرت، ما أعرفش إزاي. ذوق المشاهد بقى ما أعرفش ولا في إيه. قلت بقى طبعا أنا ما فيش شغل في القاهرة، فقلت أقعد في مطروح. فاشتريت ارض اللي هنا اللي انا قاعد فيها ده وبنيته الحمد لله. بقيت اجي ايه كل فتره معينه ابص على البيت وكده، لحد ما لقيت بقى الدنيا وقفت خالص، فقلت لازم استقر بقى ايه في مطروح. وبقى لي بتاع 3 4 سنين قاعد في مطروح اقامه دائمه، ما بنزلش القاهره خالص. وأشار الفنان أيضا إلى أنه انتقل إلى مرسى مطروح منذ سنوات قليلة بعد قلة العروض الفنية، وقال: ما بقاش ليا لازمة في القاهرة بعد ما بقاش ليا شغل فيها، وجيت مطروح علشان الاستقرار والهدوء اللي فيها، وأنا من عشاق مطروح وبحبها من سنوات طويلة، وناسها حلوين فيها هدوء عكس القاهرة، وجيت وفتحت محل البقالة الصغير ده وبقضي فيه أغلب وقتي. وأوضح الفنان حسين الشريف أيضا أنه لا يوجد فنان يتواصل معه منذ غيابه عن الساحة الفنية، وكذلك مجلس نقابة المهنة التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وقال: محدش بيسأل عليا، والنقابة من ساعة ما طلعت على المعاش مفيش تواصل معايا خالص، وباخد المعاش عن طريق البنك، ومفيش أي نشاط من ناحية النقابة بالنسبة ليا خالص. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ونشكره على فضله. أنا باخد معاش من النقابة بتاعت الممثلين، وطبعا معاش كلام فاضي 700 جنيه في الشهر. وأعرب الفنان حسين الشريف عن آماله بالعودة إلى الساحة الفنية في أقرب وقت بعمل يتناسب مع تاريخه وجمهوره، إذ أنه مرتبط بالمجال الفني منذ سنوات طويلة، وأكد أنه مستعد لقبول العمل في أي دور يناسبه، لأنه يشعر بالحنين للتمثيل والوقوف أمام الكاميرات وداخل البلاتو، وأنه مستعد للنزول إلى القاهرة وأماكن التصوير والعودة إلى مطروح بعد العمل، فقد أصبح لا يستطيع العيش في مكان آخر غيرها. والله لو جالي دور كويس اعمله، انزل اعمله، لان انا بعيد عن الشغل دي برضه، يعني هي عامله حساسيه عندي في نفسيتي شويه. انما انا عايز اشتغل وعايز قدام الكاميرا وعايز البلاتوات وعايز الحاجات دي، كل ده بيشبعني. انما انا كده امر واقع اللي انا فيه ده، هعمل ايه يعني؟ عمري ما اتحايلت على حد عشان شغل، وعمري ما رحت لحد عشان شغل. يعني انا طول عمري كده، سواء كنت شغال او ما كنتش شغال، ما كنتش بتحايل على حد الشغل. أنا كنت برمي حمولي كلها على ربنا سبحانه وتعالى. الجدير بالذكر أن الفنان حسين الشريف حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، وكانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينات، وتحديدا في عام 1977.